اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. المعروف عنك انك خضت تجربه زواج فاشل، طلاق كان صعب، موضوع حضانه اطفال ومعركه مع المحكمه الجعفريه، ولكن موضوعنا الليله هو موضوع الزواج الفاشل. نعم. حبيتيه لزوجك؟ لا، ما فيني اعتبر انه كان في غرام او الخلفيه او السبب كان هو حب. شو كان هدف الزواج؟ كان بعمر ناضج، فكان هو قرار واختيار، يعني مصلحة؟ ابدا، قرار. وخلفيته الاساسيه بالنسبه لي انا عم بحكي كانت يمكن غريزه الامومه. كان بدك تنجبي اولاد. اكزاكتلي. سقطت الاقنعه عن زوجك وشريك حياتك بعد الزواج؟ بكل تاكيد، لانه الاقنعه اللي بعد الزواج هي مش قناع بالفعل، هن اقنعه، وكل قناع في له صفات، بس لما تصيري تحت سقف واحد بتصيري انت نفسك اكثر، ففي اقنعه بتكون يعني شريره. يعني فيك توصفي لي شو شكل هالاقنعه الشريره؟ الاقنعه يعني نحن كلنا، عشان نكون كثير هيك موضوعيين، كلنا عنا مشاكل نفسيه، عقاد، اخبار، بس في بمحلات انت بتفوتي لما بتاخدي قرار انه انت بدك تبني هيدي الاسره، بتفوتي على مش مؤسسه، على شركه، عقد، بس عقد طبعا له ابعاد ارقى منه، هو عقد انساني روحي اجتماعي. هيدا كان هدفك طبعا. حلمك. اكيد الواقع عكس لك، اقنعه عم تسقط، اقنعه شريره. بالضبط. شو اول قناع سقط عن زوجك؟ الرجوله. اف صح، لانه انت شو يعني الرجولة؟ انت بتفوتي على هيدا شو تعريفك للرجوله؟ نحن بنسقط الرجوله بتبين الذكورية. الرجولة هي الأداء الجنسي، هي الأداء الفكري، الرجل الشهامة، الطيبة، الاحترام، أو يمكن تكون الإيمج اللي أنت بتكوني عايشتيها ببيتك، يعني بيكون عندك الأب الأركيتايب، يعني صورة الأب الراقي المحترم، الشهم المتفاني اللي عنده إيثار، يعني اللي بيعطي بيعطي بيعطي. فأتي احترامك لزوجك؟ حاولت رمم، وهيدا الغلط اللي منوقع فيه، انه انت بتصيري يعني عم تاخدي دور مش الزوجة ولا الام بس، طبعا بتشتغل الامومة مع الرجل، بتصيري انت بتتحولي فجأة بتلاقي حالك تأهيل، تربينا من اول وجديد، فجأة بتلاقي حالك ثيرابيست، انه انا صرت هلا سايكاتريست، على سايكولوجيست، على ماذر، على بتضيع. انت عبير كنت متزوجة من رجل معروف اجتماعيا عنده مكانة مرموقة، حضرتك زوجة. عندي عقدة من هالكلمة المرموقة، لأنه ذكرت بحكم، للأسف بحكم الحضانة. ايه؟ لما كنت أنا عم بتناضل لحضانة أطفالي، انحط بي القرار، الحكم للأسف بالمحكمة الجعفرية، أنه انعطت الحضانة للأب لأنه ذو شأنية مرموقة. يا عيب شو؟ بالحرف. والأم يعني ماذا عن الأم؟ هيدا احتقار للمرأة. الأم غير مؤهلة للتربية. الأم مش موجودة. أنت زوجة هذه الشخصية، عندك مكانة اجتماعية. صحيح. الناس عم تحبك، عم تشوفك بنظرة معينة، ابتسامتك على وجهك، ميك اب، لبس، حياة مرتبة، كنت مبسوطة بهالدور اللي عم تلعبيه؟ وشو كنتي عم بتخبي؟ انا يعني هون المصلحة، مصلحتك الشخصية خليتك تسكتي عن زواج فاشل؟ ابدا، بالعكس، ابدا. الزواج كان فاشل من اول الطريق، ومن اول الطريق جربت بطريقة كثير حضارية وشخصية، لانه هذا الموضوع كثير يعني خاص، حميم، خصوصية، وعلى خلفية أنه نحن كبار، يعني أنا مثائبة بتجربتي أنه أنا وياه مش مراهقين أو صغار، يعني حتى بعمر مفترض أنه ناضج، ومفترض أنه هيدي المكانة الاجتماعية أو الشأنية المرموقة هي تترجم، كانت مفترض بطريقة حضارية بالتواصل، إن كان بالزواج أو بس بالطلاق. عفوا، أنت ما كنتي مبسوطة مع على الكلمة المرموقة في البداية؟ وساكتة عن الأخطاء؟ هيدا السؤال. لا لا أبدا، يعني أنا كنت إنه سعيدة بمكانته الاجتماعية. نعم. أبدا، لأنه ما خليك تسكتي، ما خليك هالشيء تسكتي أبدا. أنا أولادي أطفالي بس. طب شو شعور؟ لأنه أنا بالنسبة لي إنه أنا كمان عندي شأنية مرموقة. شو كانت أبرز؟ كأم وكعلم وكمركز، ما يعني مش هيدي أبدا عبير، شو كانت أبرز؟ أعطيني هيك ثلاث أسباب لزواجك الفاشل. الأنانية. نعم. الكيدية. النرجسية. اوصفي لي شعور المرأة لما تكون هي مضطرة تكون بالمجتمع مبتسمة وسعيدة وهي عم تعيش زواج فاشل، كيف نظرتها لنفسها، كيف عم تعامل أولادها، كيف عم تستمد، من وين عم تستمد الثقة، وكيف عم بتربي أولادها على القوة والثقة؟ بتحسي بالنفاق. صح، نفاق،
انه انا عايشه منفصمه الشخصيه لانه انا عايشه بازدواجيه. قد ايه عشت النفاق؟ كم سنه؟ اكثر يعني سنوات قليله مش كثير يعني 4-5 سنين. كل سنه 12 شهر يعني ازدواجيه، بتحسي حالك انه انا عم عيش بازدواجيه. ما هي بس يعني ان بارلل بموازاه هيدا العذاب بتكون انت عم بتجربي تحلي الموضوع. شو كانت اكثر لحظه انكسار هلا هيك رجعي لهيدي الحياه اللي كنت عايشتيها؟ نعم. عشتيها انهارت لما بلحظه حسيت انه انا ممكن اخسر اولادي من وراء قوانين ما بتحمي لي حقوقي. يعني انا كنت عم بتعذب وعم بنهان بجوارحي من رجل ذكر خليني اسميه يستخدم القوه والسلطه والنفوذ والسياسه ليتحول للتعنيف، تعنيف لفظي نفسي جسدي اجتماعي سياسي قانوني. يعني لما انا لقيت حالي وحيده انه انا اذا بدي الجأ للمحاكم انا يعني رح اخسر ولادي، وهذا كان الشيء اللي انا عم بيطول لي بالي مش اكثر، لانه للاسف انه الاحوال الشخصيه اكثر لحظه صعبه عشتيها بعيده عن اولادك. صفي لي اياها، شو كانت وين؟ او اذا هن يعني معي هلا هن معي؟ هن معي هلا طبعا، اخذتهم بنضال مثل ما بيقولوا. ما بعرف لحظه يعني هي مثل بتحسي لحظه انه حياه او موت. لحظة انه اتخيل انه انا ما يكونوا معي الاولاد، انه ما يكونوا بقلبي، يعني من خوفي عليهم، يعني من خوفي عليهم، لانه لو الاخر لو الرجل او الاب رجل راقي وصالح وقادر يحمي الاولاد او يكونوا هن سعيدين او مصلحتهم الفضلى معه، انا بالعكس بتمنى. طبعا طبعا انا كان الهدف دائما انا او غيري بعتقد يعني اللي بيكون هيك بهمه الطفل انه يكون في تعاون حتى بعد الطلاق. رقية شو ليه هالقد عم تبكي رقية؟ لا تحطيني العذر حق اي امرأة ترضى انها تنهان تنداس عشان اولاد. سمحي لي، انا ربيت بنتي 12 سنة لحالي، بعد 12 سنة هي رفضتني وراحت لبيا. رقية ست شهور كنت عايشة في عذاب، بنتي في حضانتي، حضان عندي. هي برضاها راحت عند بيا، ليش؟ حق الحرية. بس ليه عم تبكي رقية؟ أنا بكيت لأن أنا 10 شهور ما رحت أخذها بالقوة والعنف والنفوذ، مع أن أنا أقدر ونفوذي قوية وتعرفين. ليش؟ عشان ما تجرح بنتي. 10 شهور لا شفتها لا سمعت صوتها لا شميتها لا حضنتها عشان ما أجرح بنتي. أنت اليوم امرأة مكسورة أم امرأة أنا منتصرة؟ أنا امرأة منتصرة، نصر إلهي. ليه عم بتقولي نصر إلهي؟ نصر إلهي لأنه قدرت أني أنا أحصل على أولادي بالقانون يعني حقوق الطفل العالمي، مش للأسف مش ما أنصفني المحاكم الروحية أو الجعفرية أو الدينية، لم تنصفني لبل ساهمت بالظلم بتعزيز الظلم. دكتور خالد عبد الفتاح، قديه اليوم رجال الدين والاستنسابيه والمحاكم الدينيه على اختلاف انواعها، بنرجع هلا للمسيحيه، تظلم المراه وحقوق الطفل وعيش زواج فاشل ولكن ممنوع تتطلقوا. احيانا تكون المشكله في القانون بذاته، واحيانا تكون المشكله في ممارسه القضاء والقضاة. لابد أن نفرق بين الحالتين. يعني أنا أستطيع باعتباري شيخ سني أن أقول بأن المحاكم الشرعية السنية لا يعاني فيها المرأة شيئا من هذه المعاناة، بل إن الرجال عندنا بدأوا يقولون لنا أنه شو بيكون النسوان والنسوان والنسوان، روقوها شوي، يعني أعطيتوهم ريق حلو كتير. نحن عندنا الحضانة مش لسنتين كما هي عند المحاكم الجعفرية، الحضانة عندنا ل 12 سنة، وبعد 12 سنة يخير. القاضي يخير. هو الذي يضعه في المكان المناسب. نعم، رح أسمع رأي الدين المسيحي، ولكن قبل بدي أسمع رأي حضرتك دكتور. اليوم إذا بدي أسألها للمدام، الحياة الجنسية أنت وزوجك كان جيدة؟ أنا مش مضطرة أجاوب صراحة. مش مضطرة تجاوب؟ مش مضطرة أجاوب يعني بتحفظ. بس أنا بقول لك إنه مش هيدا هو السبب أكيد. الزوجة إذا ما أخذت حقها من الرجل عندها حل من 4، يا إما بتطلب الطلاق والشرع بيأمن لها الطلاق، يا إما بدها تروح لمشاكل هي تصير تفشفش
يعني تفش خلقة بحالة وتربى لعندها المشاكل مش قادرة تطلب الطلاق لأنه يمكن ما بيطلقوها. وبالتالي هيدا الموضوع بده ينعكس لوين؟ على الأسرة وعلى الأطفال. أو بالحالتين إذا كانت عم تتفشفش بدها تتفشفش بالولاد، وإذا اطلقت بدهم يتشردوا الولاد، أو أنه بدها تنحرف إذا كانت ما فارقة معها لا سمعتها ولا مرأة وما فارقة معها السمعة، رحت على السبب الجنسي، رحت على طبعاً الجنسي. طبعاً يا إما بده يصير في عملية تجدد عند الرجل لحتى يقدر يكفيها ويضبضب. تجدد شو؟ عم بتقلك شخصية نرجسية، عم بتقلك أنانية، شو دخل العلاقة الجنسية بهدول الموضوعين؟ يا مدام يا مدام أنا عم قلك باختصار، المرأة مستعدة تتحمل بمدى طويل كتير كل الأمور إذا كان الرجل كافيها جنسياً. الله إذا ما كافيها جنسياً واحدة شوية. بس دكتور ليه عم تحصل؟ واحدة شوية موضوع الرجل. موضوع الله يخليك. لحظة دكتور. إذا ما بيكفيها. امشوا معي لو سمحتوا. إذا ما بيكفيها جنسياً بدها تلاقي حل من هودي الأربعة. إذا مكتفية جنسياً وبيضربها بتتحمل؟ لا طبعاً. إذا مكتفية جنسياً ونرجسي بتتحمل؟ بده يكون معاملته جيدة، بده يصرف عليها. إذا مكتفية جنسياً وبخيل بتتحمل؟ طبعاً لا. إيه شو؟ بس عم أقول لك أهم، أنا عم بحكي أهم شرط هو العلاقة الناجحة. أبونا، أول شيء نشكر ربنا أنه قدرتي تاخدي ولادك. في القانون الكنسي القاضي هو صاحب الصلاحية المباشرة وخصوصي في الكنيسة الكاثوليكية ليرى مصلحة الأولاد استناداً إلى البحوث العلمية والاجتماعية والنفسية، وتقريباً الاجتهاد الكنسي هو أن تكون الحضانة والحراسة دون قيد عمر في الكنيسة الكاثوليكية للأم. شغلتين بالنسبة للأسباب، مع محبتي واحترامي للدكتور، أكيد العامل الجنسي هو مهم جداً، ولكن نحن منعرف أنه الإنسان لا يتعاطى مع الجنس في الغريزة، إنما يتعاطى من خلال العاطفة والحب، العاطفي الروحي والإنساني والجسدي. هو اللي يخلق العاطفي. يا تسلم لي على رئيس. لا بالعكس، العاطفي تخلق الغريزة. هون لحظة نقاش، العاطفي تخلق الغريزة أو الغريزة لا 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 الغريزة عندما تتعاطين مع الغريزة تشبهين الحيوان. صح. أنت تتعاطين مع العاطفة والحب والوطافة. شو الإنسان الإنسان يعني؟ لا الإنسان عاقل، بعتذر منك. أنت تحولني، أنا أعترض على هذا الكلام لأنك بتحولني إلى حيوان غريزة. الإنسان هو صورة الله، وما يحرك الجسد والرغبة الجنسية هو العاطفة تجاه الآخر. معك حق 100%، وبالأخص بحب زيد عليها، بالأخص عند المرأة. صحيح. المرأة قد المرأة مستحيل، أنا أعتقد يعني سلم حالها فقط للغريزة. غريزية بحت أبدا. الرجل ممكن بحب بينما الرجل قد يقوم بتقشير يعني غريزية. لما بدك تقولي شيء حول هالموضوع في شيء استفزك بالحوار هون؟ بدي أقول إنه مو كل الرجال مثل بعضهم، إحنا عم نتناقش على حوار ما حنلاقي له نتيجة، لأنه أنت من وجهة نظري غير أنا من وجهة نظري. يعني في رجال أولويات حياتهم هي الحياة الجنسية، في رجال أولويات حياتهم بطنهم، في رجال أولويات حتى بدنا يعرفوا كيف مرض بيته. أنا أولويات حياتي أنا الراحة النفسية اللي أنا عايشتها، أنا ما أحس حالي الرجال اللي قاعدة معه أنا عبدة عنده مثل ما أنت عايشة براحة نفسية طبعا. كل الوقت عندك شكوك، كل الوقت بتراقبي، هذا الشيء أنا بعتبره أتفه الأسباب. كل الوقت حسستي عم بخونك. أنا بحب، أنا مثل ما قالت المدام أنه هو يمكن أنا غلط أني أنا ضلني فتش ورا جوزي، يعني أنا المفروض أتغاضى وما أفتح مثلا موبايله، وبس أنا بجيب وجع الراس لنفسي. موضوع الكيمياء اللي موجودة بيني وبين زوجي بهالعلاقة الزوجية عندي اياها اهم من اي شيء. يعني انا بروح وبسافر وبجي وبشتغل، واللي بدي اياه بعمله، مو مثل انا بدي اكل هم والله ليش فلان عامل لك لايك، ليش عامل فولو لفلان. بس ما انت لحقتي كمان، انت لحقتي. انا لانه هو عنده ثقة كبيرة فيني، انا مالي فنانة مثله. هو عم اقول لك هو بيجي، انت عندك ثقة فيه؟ لا هو ولا غيره، بس انا بحب ضلني. لحظة، انت ما عندك ثقة بزوجك؟ شو هي هالعلاقة؟ شو هو هالزواج اللي خالي من الثقة؟ لانه لازم انا اكون عم شوف شو عم يصير. بكي اجى راح حب وحدة تانية مثلا، ضليت تاركت له الحبل فلتان، حب وحدة شافها اول مرة مثلا، عم تقول مثلا هي شو عرفها انه هي بتشتغل ما يطلق مع وحدة تانية؟ بتقدري توقفي؟ بتقدري توقفي؟ لا ما بتقدر توقفي انه يحب وحدة تانية. اذا انت رأبتي بتتركي الرجال تقولي انه مثلا انا اتقاتلت انا وياه، لقطته عم يحكي مع وحدة ورحت حردت عند اهلي شهر، طبعا انا بهي الفترة عم بفتح المجال لوحدة تانية تيجي تاخذ مكان. اوكي، واذا كانت ما خصك؟ بس لما انا حر، ما في، انا بتركه وبمشي. اوكي،
ثانك يو. انا بدي انصح كل مرأة اذا ما عندها استعداد تعمل مؤسسة زوجية سعيدة وتخلف اولاد وتدير بالها عليهم، لانه لما بيكونوا صاحبي بيكونوا شيء، ولما بيكونوا رفقة بيكونوا شيء، ولما بيتزوجوا بيجوا على البيت بتتغير كمان، بيصير في مسؤولية اولاد، بيصير في مسؤولية بيت، هو بده يروح على الشغل، هي بدها تطبخ، عندها كمان تساوي البيت، ترتب حالها لجوزها، بس يجي على البيت ترتب حالها. بتعملي كل شيء لحتى زوجك يكون راضي؟ اكيد. فاتن انت بتمثلي نموذج لكثير سيدات اليوم بالعالم العربي وعلى امتداد العالم، فهمها للزواج هو انه انا امراه وجدت لارضاء هذا الزوج ونجاح البيت ونجاح هذا الزواج مسؤوليتي، وما له مشكلة كما ان الزوج ايضا. لا انا عم بحكي عنه، لا لانه انت الان بدك تقولي انه هذا نمط تقليدي وهذا نمط. لا 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 عم حييها يا دكتور، عم تحييها معالي الوزير، سمعت لكل هالاراء، حضرتك محامي وتوصلك قضايا وروركا بتخالف وفاتن بتعطي راي اخر، والدكتور شو اللي بدنا نقوله قبل ما نختم هيدا السيجمنت؟ بعد بدك تتزوج؟ فزعوني. التنظير كثير هين، غير الواقع وكل عائله عندها اسلوبها وطرقها بالعيش، وكل انسان عنده هو مفهومه للعيش. يعني في مره بتحب جوزها بتطنش عن كثير اشياء بيعملها، في رجال بحب مرته بيطنش عن كثير اشياء بيعملها. المره هي ربت الاسره وكثير لها دور مهم بنجاح العلاقه، شرط انه من اول الطريق ما تتنازل عن كرامتها ولا تفتح له مجال يتمادى معها. يعني انا وقت اللي تجي وحده تشكي همها عندي انه جوزي ضربني، بقول لها كم مره ضربك؟ بتقول لي 10 مرات، بقول لها انت لما سكتتي اول مره سمحتي. اكلت التسعه الثانيه. سامعه يا فاتن؟ قال انه المراه هي السبب بنجاح الزواج، هي جزء من جزء نجاح. كبير، بس انا بقول المشكله بيعملوها اثنين بالتساوي والنجاح بيعملوه اثنين بالتساوي، هيدي شغله. شغله ثانيه، فكره انه نحن مجتمع مبني على فكره العائله، هيدا الشعور هيدا الشعور الابدي بانه الوحده ما فيها تقول ما بدي او تقول لا، لانه العائله يا رابعه بلا بتقول مش اثبتت التجربه والتاريخ انه الاولاد اللي بيعيشوا بحياه فيها مشاكل وفيها عنف وما فيها حب لو فيها هدوء. اذا حبيتي ما بقى تتزوجي؟ أنا؟ إيه؟ أعوذ بالله. أنا أتزوج. عبير خشاب، شكرا كثير لحضرتك. بدي آخر كلمة منك عن الزواج الفاشل، لأنه هيدا موضوعنا. الزواج أنا أعتقد شخصيا بمجتمعنا محكوم عليه بالفشل مسبقا، لأنه طالما في قوانين لا تحمي حقوق المرأة والرجل، خليني عشان نكون متساوية. بالتساوي وبالرقي بده يفشل الزواج، لانه بفوت الرجل على مؤسسه الزواج باللاوعي تبعه بهيدي العقليه الذكوريه الباترياركل، يعني الابوه، نظام الابوه عنده سلفا، بيعرف انه الاوراق الرابحه معه في حال صار اي ازمه. وبتوازي المراه بتفوت على هيدي المؤسسه كمان او هيدي العائله لتبني عائله كمان بالجينات، يعني الثقافة الموروثة، هي بتعرف انه هي لازم تكون خاضعة. العيلة السعيدة وكأنها شي حكاية حلوة بنتمنى نكون ابطالها، بس بالحقيقة اوقات نحن بنخترعها وبنصدقها وما بنناقشها حتى بنرفض نقاشها. طب شو اللي بيتغير بعد الزواج؟ وين بيروح الشغف، الرومانسية، الاحلام بالسعادة الابدية قبل الزواج؟ في ظاهرة جديدة صامتة، الطلاق الصامت تحت سقف واحد، بعد الإعلان. جيني أسبر، عشت تجربة زواج فاشل. ما فيك تقولي فاشل، لازم أوقات لازم ينضرب الواحد تيفيق. نعم. مكملين فوق 18 قبل الزواج، كل شيء بيكون أحلى، النظرة، النطرة، الكلام الحلو، الحلم بالزواج. شو يلي بيتغير؟ هل اللي بيتغير هو سنة الحياة والزواج نفسه؟ بستقبل ببداية هالفقرة رويدة اللي بقيت تناضل كرمال زواجها 35 سنة قبل ما تقول نعم الزواج مؤسسة فاشلة. أهلا وسهلا فيك رويدة. نطرتي 35 سنة
لو وصلتي لنتيجة إنه الزواج مؤسسة فاشلة؟ بالنسبة لي كتجربتي بالحياة من 35 سنة غير البنت اللي هلا حبيتيه لما تزوجتي؟ كان زواج إنه قرايب، في قرابي، في قربي، يعني تقليدي، زواج تقليدي. زواج تقليدي. نعم. وتزوجنا. حبيتوا بعض بعدين بعد الزواج؟ هلا الحب بيجي بالمعاملة. صار هالشي؟ أكيد، أول شيء لأنه أنا زواجي بيقربني، أكيد بدي أحبه قبل ما أتزوجه، يعني كوننا قرايب. تزوجنا وخلفنا وبلشنا نمشي بهالحياة. شو اللي تغير بعدين؟ في شغلات كتير تغيرت. رويدة بتقولي عشت ظلم وعنف. إيه طبعاً 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 عشت. عم تحكيني عن زواج حلو رائع. ما أنا بدي أحكيك بكل شيء، ما هو في أيام حلوة وفي أيام بشعة، مش كل شيء حلو، ما في شيء بيجي كل شيء حلو. تعرضتي للظلم والعنف؟ شو كيف كان شكله؟ ايه لأقول لك شو، الظلم والعنف في شيء نفسي، الأساس هو نفسي. وعم أقول لك من قصة ما كمان هو الرجال عنده، هو بضل إنه ذكورته بتضل مأسرة إنه أنت مرة وأنا رجال، يعني هون بضل حاطك أنت. كيف كانت تتجلى هذه الذكورية يعني؟ هلا أنا تعرضت للعنف، العنف الجسدي والعنف النفسي. كان يضربك؟ هلا مش انه بهالضرب اللي كان انه مثلا مثل ما العالم تفتكر يعني، بس كان في ضرب، ما هو اي شيء عنف. ليه عم نبرر؟ ليه عم نشمل الضرب؟ بدي اقول لك شغله، انا أوكي. كان يضربك؟ بدي عادل. كان يضربك؟ عادل. كان يضربك؟ هو عصبي، ما بدك تجي للنفسيه، هو عصبي. أي. يتخلى، عرفتي كيف؟ يضرب. شو كنت تعملي لما كان يضربك؟ ولا شيء، رجال قدامي بدي احترمه. مره على مره مثلا هالشيء كان يصير بشغلات انه كمان منا نابعه منه، هو نابعه من برا. اول شيء لانه انا بس يكون عندك انت تصيري بمرحله تزوجتي فيها وهالانسان بدك تعيشيها، بدك دغري خلص ضربني مره بدي فل. يعني مثل فاتن بيضربني مره، بيضربني ثاني مره، بيضربني ثالث مره. لا بيضطر انه يضربك. انا بدي اعطيكي خبرتي بالحياه واللي عايشين فيه نحن واللي عم نوصل له. بالنسبه للي عم بيصير بالبلد عندنا بلبنان بالاخص وبالشرق الاوسط، البنت مضطهدة من زمان وبعدها مضطهدة وهي عم تضهد نفسها، صارت أكثر وأكثر. ما بدي أقول لك إنه في رأي. أنت ضهطتي نفسك؟ إيه ضهطت نفسي، أنا جيت على نفسي. قتلتي طموحاتي كرمال تنجح زواجك؟ قتلت طموحاتي كرمال تنجح جوازي، كرمال عندي صار في أرواح. نعم. عندي أولاد، بيجي أنا بتخلى عن أولادي لشغل أم هيدي يعني. حملتي 35 سنة بتحمل وبعد أكثر بتحمل وبعدني عم بتحمل. ما في إجي أنا مثلا أقول والله خلص من أول ضربة بدي أنا أترك وأمشي، شو هالزواج هيدا؟ أنت اليوم عايشة وين؟ مع زوجك؟ أنا عايشة أنا وأولادي، لأنه في سبب من الأسباب خلاني إني أنا أعيش أنا وياه، وأنا قلت له تعا عيش معنا. نعم. أول شيء بيت صغير، بيت صغير ما بيسعني أنا أولادي. نعم. وقلت له تعا عيش بالبيت اللي نحنا فيه. ما بده يجي، ما بده يجي، إنه في كمان أسباب تانية، يعني أسباب مادية يعني، مش نعم. إنه أسباب. وأنا قلت لك بحب ناضل وبحب المرة المناضلة وبحب المرة الصبورة واللي تقدر تعمل شيء لحياتها. بتنضرب وبتسكت؟ لا هي صبورة؟ لا شيء، ما هو الضرب مش كل شيء ضرب، لازم أوقات لازم ينضرب الواحد تيفيق. نعم؟ أنا عم بحكيك تجربة، مش كل إنسان بيقدر يتحمل ضرب، ولا أصلاً الكلمة أوقات بتأذيك أكثر من الضرب. طبعاً إيه ما تعرضتي للعنف النفسي كمان. إيه أنا عنف نفسي، عنف جسدي مثل اي، في كثير كوبلات صار عندهم هالشيء بس ما قدروا يتحملوا. شو الصوره اللي بدك تنقليها؟ بدي انقلها الصوره، الناس نسيت المبادئ، نسيت الاخلاق. شو المبادئ؟ بتقول نتعرض للعنف ونسكت؟ لا لا، نحن اذا ما كان عندنا تاريخ لغينا كل شيء من حياتنا. طيب. بالعدل الحياه رويدا، انت اليوم منفصله، انت اليوم عايشه طلاق صامت، انت منفصله. ايه ايه نعم طلاق صامت. ايه ليه ما اتطلقتي طلاق معلن؟ ما بيهمني الطلاق، طلاق ناطق. ليه ما بيهمني الطلاق؟ ليه ما بتاخدي حريتك؟ لا قال لك الحريه تنتزع لا تعطى. انا لانه ما فيك ترجعي للماضي، انك ترجعي تكفي علمك اللي كنتي بتحلمي فيه. خلص. شو لازم تكوني؟ خلصنا. ما انا هلا شيء هذا بدي ازرعه بغيري، بدي اشتغل على اولادي، بدي اشتغل على اولاد اولادي. انا لا قال لك بالنسبه لشغلي انت رويدا، بس الزواج له عمر مثل ما الانسان له عمر. له عمر؟ ايه الزواج له عمر. اي قديه مدته؟ بيعيش بيعيش قد ما يعيش، بس بده ينتهي ينتهي، يعني مات الزواج. تجربتك لا تعمم، بحترم خياراتك. انا لا اشجع على الطلاق نهائيا، ولكن كمان برفض انه امراه اسمعها عم تقول انسلبت حريتي، بنضرب، بتعنف،
سلبت كل أحلامي وطموحاتي وساكتة، لأنه أنا لما أكون قوية أنا بربي أسرة قوية، لما أكون ضعيفة بربي أسرة ضعيفة. بدي بجملة واحدة كل حدا منكم اسمع رأيه بتجربة ترويدا. معالي الوزير إلي ماروني. ما حدا بيقدر يكون محل التاني، يعني اللي هي تحملته وصبرت علي نحن بنرفضه، يعني بنرفض التعنيف وبنرفض هذا العذاب 35 سنة، لكن هي بالنسبة لها عاملة تضحية وأنجاز تجاه ولادها، والظاهر أنه من حكي هيك كله أنه في بعض حب بقلبها لجوزها رغم كل صفاته. حلو حلو، بعدك بتحبيه، جاوبيني بكلمة. أنا إنسان وبحب كل إنسان، مش بس لقتك زوجي. لقتك إنك مش بتحبيه. بس زوجي، لا أنا بقول لك بحب كل الناس. إيه بس كل واحد بتحبيه شكل. كل الناس تعاملت أنا بيعرفوني إني بحب ناس. لوركا بجملة لو سمحتي. أول شيء عجبني الوزير إنه لقتها بتحبه. شوفي من الخبرة ومن ضحكتك مبينه بتحبيه. بجملة لوركا. أنا اللي بدي أقوله إنه الزواج بيولد موته. الزواج بيولد موته منه فيه. أوف. لانه عمر يعني في له تاريخ صلاحيه مثل اي علبه سردين. قد ايه مده صلاحيته؟ قد ايه مده صلاحيته؟ علبه سردين يعني بتوافقني الراي انه له عمر بينتهي هلا بوقت الغلط بتوافقني الراي انه عمره خلص. علبه سردين دكتور خالد عبد الفتاح عم بتقول لوركا وله صلاحيه قابله للتجديد والتمديد. 5 سنين قابل للتجديد علبه سردين تنتهي صلاحيته بعد 5 سنين. له صلاحيه لكن غير مؤقته، انما يصنعها الزوجان بنفسيهما. ماذا تقول عن الويلة؟ احيي هذا الصبر العظيم، وأنزعج كثيرا من ذلك الرجل الذي أنا ما سمعته، لازم أسمع وجهة نظره. أكيد. لكن أنا بدي أقول هنا على التلفزيون، أتمنى من كل رجل مسلم وغير مسلم، من كل من يسمعني، أن يعامل المرأة معاملة تدل على نبل أخلاقه مع أخواته وبناته. صح. رقية شكرا. صح. رقية أنا مع الدكتور أن الرجل قبل ما يعني يخاف الله في زوجته، نفس ما يخاف يعني يخاف ربنا. تجربة رويدة شو بتقولي؟ أنا أقول حق رويدة، هي حبتها زواج لخمس سنين تجربة، كل شيء شراكة الشركة كل شيء تعطينا 5 سنين. بعد 5 سنين اكتشفتي أن أنت هالكثر معنفة لفظيا جسديا أخلاقيا. أنت قاعد تعلمين أولادك، 7 بيبون 7 أنت أيها المجتمع معنى. أنا خلقت مجتمع بحد ذاته. فاتن شو بتعلقي على تجربة رويدة؟ أنا بحييها عن جد والله، لأنه عندها أولاد حافظت عليهم حتى لو انضربت. هي انضربت يمكن مرة، أنا أكيد بعدها بتحبه لهلا. قالت ليش بعدها بتحبه؟ إذا زوجك ضربت، إذا زوجك ضربت بتسامحيه فاتن؟ بس جوزي إذا أنا بحبه هيدا الحب هلا بحبه إياه، خليه يضربني كل يوم. يا الله رابعة فيني سيب بحب الضرب. أبونا أنا بالنسبة لي ككاهن كاثوليكي أنا بقشع في سر الزواج، في شراكة كاملة، في عطاء كامل حتى الصليب والذبيحة، ومشان هيك هي عاشت تضحية كاملة لأجل أن تحافظ على عائلتها. تشجيع على الخضوع وقبول العنف. اليوم أنا ضد التعنف، أنا شخص في رعيتي وفي مجتمعي أسعى إلى المصالحات الدائمة من أجل بناء عائلة سليمة، بتخطي للأخطاء من خلال بناء سليم للشخصيات. ولكن أكيد في مطارح في جزم بده يصير، ولكن برجع بقول أنا أحترم هو قراره الشخصي اللي أخذته اللي بذل ذات. لما رهونجي في نساء ما عندهم خيارات أخرى، يعني سواء الرجال في هن يعني خلقوا ببيئة إنه إذا رجال ضربني ولا عنفني أنا وين بدي أروح أترك أولادي؟ أهلي ما بيستقبلوني، المجتمع بده يطلع علي إنه أنا نكرة، مين بده يجي يطلب بنتي وأمها مطلقة؟ دكتور هلأ طبعاً نحن ضد إنه يعنفها زوجها، ولكن هذه المرأة أنا بحييها، لأنه اليوم هيدي لو تركت ما كانت شافت ولادها صاروا رجال وصبايا. إنساني ضحت بنفسها لتعيش 7. بس ليه مطلوب تضحي بنفسها؟ هيدي الأمومة فيها تعيش فيها تضحي كرمال ولادها بدون ما هيدا الشرق وهيدي تتعرض الأمومة. للعنف وتسكت. هيدي المخلوقة لو تركت ولادها أو طلبت الطلاق كانوا 7 قاعدين بالشوارع، هيدا بيع علكي وهيدا مدري ايه. بس الاولاد اذا بيعيشوا ببيت في عنف بده يطلعوا مع معلش يا حني طلعوا رجال بليز ما بقى تبالي قاعده عند اولادها هلا اولادها عم يصرفوا عليها.